هو اللي كانت في الريحه ديال البوطه هو يلقى في الريحه ديال البوطه حرام علينا اي حاجه هو يقلبوه لجيدي في ريحه البوطه 40 عام وانا في هذه الحرفه 40 عام وانا في هذه الحرفه السلعه تزاد علينا بزاف خدام غلا خميره غلات البلبوله غلات النخاله غلات دقيق غلا ولا 100 ريال الكيلو اش كنجيبوه البوطه زادوا فيها كانت ب 1020 وكتبون بيش لك نهار ما كتبون بيش لك والمصاريف ما كتصوروا والو حنا دابا كنخدموا انا خدام كاريبي 30000 ريال ما كنجيب باش نكمل الكره ما كنجيب باش نكمل ديما كيتساني شهرين ثلاث شهور ديال الكره كتساني الضو كيتساني الما كيتساني كلشي كيتساني خدام بالكريدي البوطه كدير لها نهار نفوتوش حنا كنضربوها 4 الخناجي نهار ما كنفوتوش كنضرب لها 4 الخناجي ديال الدقيق ما كتفوتهمش 4 الخناجي فيهم شحال فيهم ديال الخبز ما فيهمش بزاف يجري في عيون فيهم 600 ديال الخبز 600 ديال الخبز كنبيع حاج كلها بدرهم اكثريه كنت بحال 80 فرانك الكليال الشوايه وعباد الله كنت فاهم ثمانية قليل باش كنبيع بدرهم باش كنبيع كلشي بدرهم دوك كنبيع كلشي بدرهم مزيان ما كنبيعش كلشي بدرهم لا ما كاينش الغاز من نوع هذا الفران ديال البوطه هذا هو اللي نفع البلاد هذا نفع الشعب نفع الشعب العيد الكبير اعياد اي حاجه نفعهم هذا الحرفه اللي كيقولوهم خيبه والبولانجيه اللي كيشكو منها البولانجيه ما غيقدروش على هذه الحرفه هذه شي البولانجيه ما يقدروش كيحبسوا يحبسوا داروا الاضراب وحبسوا الخدمه وخلوا المواطنين بلاش قامت بهاد الحرفه باش هاد الحرفه هي اللي كالات البشر الكليان الناس ما لقاو الخبز لقاو الخبز موجود العيد الكبير ما كيلقاوش الخبز كيضربونا كيلقاو الخبز الليل والنهار كنخدموا حنايا اليوم الليل والنهار في العيد الكبير ثلاث ايام ديال العيد الكبير كيحبسوا البولانجيه ما كيبقاش الخدام كنخدموا روسنا وكنوجدوا الناس المعيشة ديالهم اش نقول الله يهديهم ما كنقولش الريحه ديال البوطه هو الا كانت في الريحه ديال البوطه هو يلقى في الريحه ديال البوطه حرام علينا اي حاجه هو يقلبوه لا يجي في ريحه البوطه عندنا محل عندنا اللي داير اللي التيوات ديالو الخدمه ديالو الروينيات ديالو وجي تشوفو ها هو الحل اللي تشوفو تصورو كاينش داكشي ديال اللي يقول لك الغاز ولا كنتعاون مع الناس بزاف كيجي واحد ما عندوش كياخذ الخبز انا كنمشي ليا 30 الخبز 40 الخبز فابور سبيل الله وين نابعان يا مام الله الخبز مزيان صافي ما فيهش الريحه ما فيه والو شي حاجه انتم قدامكم لقيتو بشي ريحه الغاز ما نخدمش انا كاع حكموا عليا باش ميتو